وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة. نعم، لا بد من هذا، ولا يقال إن هناك محدثات في الدين أنها سنة أو أنها خير، كل محدثة فهي بدعة، هذا مأخوذ من الحديث، إن كل بدعة ضلالة. نعم، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا في الدين. أما أمور العادات كالملابس والمساكن والمراكب، هذه مما خلق الله لنا، ليس فيها بدع. الأولين ما يركبون السيارات، نركبها لأنها مما أباح الله لنا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق؟ فأمور العادات والملابس والمساكن والمراكب والمزارع، هذه كلها من الأمور التي لا تدخل في العبادة، بل نستخدمها في العبادة، نستعين بها على العبادة. نركب السيارة للحج، نركبها للحج، ونركبها لطلب العلم، ونركبها للجهاد، ونركبها، ومكبرات الصوت نستخدمها لإلقاء الخطب والمحاضرات، نستعين بها على العبادة، لأنها مما أباح الله لنا أن نستعين بها، وليست بدعاً، إنما هي مما خلقها الله لنا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً، فالأصل في هذه الأمور الإباحة. أما العبادات فالأصل فيها الحظر إلا بدليل، أما الأصل في العادات والملابس والمراكب والمآكل والمشارب، الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم.